ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل، وانضمت لي وشرفتني ونورتني ضيفتي الجميله شهيره ابو سيف خبيره التغذيه. ازيك يا شيكو؟ صباح الفل. حشيني والله. وانتي؟ والله. ايه الحاجات الجميله ودريس القمر ده واخد كده ستايل يا حبيبتي؟ ستايل هندي على ايه؟ على عارفه على مغربي شويه، مش عارفه ايه. الحاجات الجميله دي ولا ايه؟ جميل ما شاء الله. طبعا ربنا يخليكي يا حبيبتي، ده ذوقك. كل حاجتك جميله وانتي حد جميل، ربنا يخليكي. وانا مبسوطه بوجودك معايا عشان انتي يعني دايما بتحبي تجاوبيني على طول كل اسئله اصدقائك. من فضلك يا زوزو شوفي اللي انت عايزاه وقولي لي، وانا تحت امره. انا تحت امره، واي حد عنده مشكله قولي وانا اكلمه. فبصراحه هي حد متعاون جدا، وانا بجد بحس بالامان، لان انا اي حاجه بروح جاي اروح قايله لها شيكو في حد بيسال كذا، في حد ما حدش تابعه، تقولي حالا. لكن اسمحي لي الاول هنعرض الصفحه الخاصه بفيتارم جلوبال عشان كل اصدقائنا اللي مش عارفين او لسه اول مره يشوفونا، وكمان الصفحتين الخاصتين بيكو على الفيسبوك، دي اول صفحه. ايوه. قول لنا بقى التفاعل من خلال الصفحات بيبقى ازاي، وبتنزل شكل البرودكتس والحاجات؟ طبعا بنزل شكل البرودكتس والشكل اللي هيروح للناس. حلو. ده شيء طبيعي جدا. أيوة. بنزل برضو بعض الانظمه الغذائيه البسيطه اللطيفه للناس اللي حابه انها تتابع معايا من خلال الكورس ازاي تاكل ازاي تعمل. حلو. طبعا التفاعل بيبقى عن طريق الصفحه. حلو. التفاعل بيبقى عن طريق الاوردرز، لما الناس لما تحب تطلب المنتج بتطلب المنتج عن طريق الصفحات بتاعتنا، او حلو. عن طريق ارقام التليفونات، احنا طول النهار معاهم للمتابعات من 6 ل 10. حلو. لطريقه الاستخدام بتبقى من بعد استلام الكورس بتكلمني تاني اقول لها طريقه الاستخدام ايه، وفي نفس الوقت بتبدا تتابعني من 6 ل 10 بمعدل كل اسبوع. احنا بنتابع العملاء بتوعنا والحاله بتاعتي، بشوف هي اخذت الكورس ازاي، بشوف هي كلت ازاي، عملت ايه، الكلام ده كله بيبقى متابعاتي من 6 ل 10 يوميا. ما عندناش اجازه خالص، هو يوميا. والاوردرات بتاعتنا واللي حابب يطلب مني الكورس بيبقى على مدار اليوم. حلو. طبعا من وقت الحلقه لحد بالليل واي وقت. والصفحات نفس القصه. حلو. اما المتابعات بتبقى من 6 ل 10. طبعا انت عارفه بيبقى طول النهار بيبقى فيه ضغط، طلبات طلبات طلبات، فاحنا خصصنا بس من 6 ل 10 يوميا من غير اي اجازه لكل الناس اللي حابه تتابع او اللي حابه تعرف استخدام او اللي حابه تسال اي استفسار او عندها استفسارات او شكوى من حاجه معينه، واحنا الحمد لله كلنا معاهم الحمد لله. حبيبتي ميرسي، وبشكرك طبعا على انك لبيتي الطلب بسرعه، وان احنا فعلا اتعمل ده على فكره عشان خاطر حضراتكم، عشان طبعا. خاطر كل اصدقائنا بيقولوا ما بنلحقش نتصل، او مثلا ما ردوش علينا، او انا مش عارفه اتابع ازاي. فارقامنا كمان بقت 10 ارقام كلها يقدروا يتصلوا عليها، سواء للاستخدام سواء للمتابعه سواء للطلب. حلوة. يعني الارقام بتاعتنا 10 ارقام. كل الدكاتره بتوعنا تحت امر كل الناس. حبيبتي تسلمي يا رب. تسلمي. النهارده انت هتكلمينا على موضوع السمنه وخلل الهرمونات. الناس في بعض الناس عندها شويه خلل في الهرمون، ساعات ما الواحد ما بيبقاش حاسس، وده بيحصل على فكره مع التقدم، مع ناس كتير ومع التقدم في العمر، ومع وبرده ضغوط الحياه احيانا حتى الصغيرين بيحصل لهم بعض الخلل. صحيح. في الهرمونات. الاساس في السمنه او اسباب السمنه يا زوزو، انا عندي 3 مناطق مهمين جدا: المراره. أيوة. الرحم، الغده الدرقيه. صح. تمام. أيوة. الثلاثه دول بيفرزوا لي حاجات، 3 هرمونات اساسيه اصلا في الجسم. احنا عايشين بيهم، ولو احنا صحتنا تمام وزي الفل واجسامنا حلوه وبنحرق كويس وصحتنا كويسه ومتبعين انظمه غذائيه صحيه، مش ريجيم بس نظام غذائي صحي، فاذا الهرمونات دي بتفرز بالشكل الطبيعي، فاذا انا ما بتخنش. طيب لو حصل لنا اي خلل كان مهما حصل. ايوه. فاحنا بيحصل ايه؟ بيحصل انه لو الغده الدرقيه حصل لها قصور، قصور ما، فبيحصل ايه؟ بيحصل انه يا خمول يا نشاط. نشاط. صحيح. الخمول بيسبب زياده الوزن. هنا انا هتكلم عن هنا، الخمول بيسبب زياده الوزن، ده الغده الدرقيه. فبالتالي انا لو انا باخد الدواء بتاعي بانتظام، وباخد الكورس بتاعي اللي هو معزز اصلا علشان يساعد هرمون الثيروكسين في افرازه للغده الدرقيه، فاذا انا بحافظ على وزني وعمرك ما هتقدري تتخني. كويس قوي. حلو الكلام؟ حلو. طيب. جدا. ليه الكورس بتاعي؟ لو انا عندي خلل في الغده الدرقيه وبدات اتخن، يعني معنى كده ان انا عندي ايه؟ عندي معدل حرق ضعيف جدا. صحيح. جدا. صح. هنا انا بضطر اديكي كورسين
كورس سد شهية، لأنه في الغالب أنت طبعا مقبلة على الأكل طول الوقت، بيحصل لك بعد الخلل ده بيحصل إفراز زيادة من هرمون الكورتيزول في الجسم. فالهرمون ده بيعمل إيه؟ بيجيب لي قلق وتوتر، لما بيرتفع في الجسم بيخليني طول الوقت متوترة وعندي اكتئاب. فببدأ آكل آكل من غير ما أحس. تمام، ده خلل الغدة الدرقية. كويس، فبديك الكورس علشان نعمل إيه؟ هعمل لك حاجتين. اول حاجه هعلي عندك معدل الحرق، تحيل. ثاني حاجه هعمل كنترول او هتحكم في كم الدهون اللي داخله في جسمي او كم الاكل اللي انت بتقبلي عليه وانت مش حاسه. حلو جدا. ثالث حاجه بعزز لك افراز هرمون السيروتونين، اللي هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن السعاده، مسؤول عن الراحه، مسؤول عن الريلاكسيشن. فبالتالي انا مش هحس بالاكتئاب، فهحجم هرمون الكورتيزول اللي بيفرز في الجسم، فمش هيجي لي لا توتر ولا قلق، فبالتالي انا بعمل بالانس بين الاثنين. حلو ده. فمش هقبل على الاكل، هسد الشهيه العاليه اللي بتحصل لي، هعلي معدل الحرق، فبالتالي الكورس هنا مفيد ليا جدا في حاله الخلل الغده الدرقيه. حلو قوي. طيب الرحم، الرحم عندي هنا هرمون الاستروجين وهرمون التستوستيرون. هرمون الاستروجين ده بيحصل طبعا انه مع تقدم العمر السيده، اي سيده بيبدا يقل الهرمون دوت، خصوصا بنقرب بقى على فتره انقطاع الدوره الشهريه. فبالتالي الجسم بيعوض نفسه بالهرمون ده من خلال ايه؟ من خلال الخلايا الدهنيه اللي في الجسم. حلو قوي. فالجسم بيبدا يجيله انه انا الهرمون ده موجود، ببدا اكل، اكل زياده، فبيحصل سمنه، وخصوصا السمنه في منطقه الارداف والمنطقه الخصر والمنطقه السفليه من الجسم بتبدا تزيد بنسبه عاليه جدا. هرمون الاستروجين بيبدا يقل، لان هو ده الهرمون الوحيد اللي بيساعد الست على انها تفقد وتحرق السعرات الحراريه والدهون والخلايا الدهنيه اللي في المنطقه دي بالاخص. عشان كده مثلا ستات كتير تيجي تقول لك ايه، انا من فوق مظبوطه بس انا من تحت مليانه. من تحت يا حبيبتي مشكلتها تبقى كده. بالظبط. عشان كده هنا انا بوفر انهي كورس؟ الكورس الناحت، الكورس اللي بس بيشتغل على المناطق دي، الكورس الخاص بالمناطق دي، بيعزز لي هرمون الاستروجين خصوصا في السن الكبير. أيوة. او اللي يعني مش عايزه اقول انه سن كبير، لا مش شرط، لان هو اعمار مختلفه لما بيحصل الحكايه دي. معدل الشباب دلوقتي 55 و60 على فكره. صح، احنا اختلفنا في الاجيال والله. ربنا يديم عليهم الصحه يا رب ان شاء الله. فطبعا انا بعزز لها الهرمون ده، بحاول اساعده في افرازه بنسبه كبيره، فبالتالي هي الحرق عندها ما بتعتمدش على الخلايا الدهنية. تمام. نيجي بقى للبنكرياس والمرار، بيفرزوا أهم هرمون اللي بيساعد أصلا يا إما هتخن يا إما هأخس. الإنسولين. الإنسولين لو أفرز بنسبة عالية جدا في الجسم، فإذا الجسم بيستهلك طاقة سريعة جدا، فإذا أنا بقبل على أكل السكريات بشكل رهيب. فالناس تقولك أنا ما بقدرش أقاوم نفسي قدام الحلويات. أيوة. تورتة، حلويات شرقية، هي قاعدة شوكولاتة، كل ما هو بتحرق سكري في سكريات كتير. صح، السكريات بتتحرق بسرعة جدا. وبتبدأ تبني خلايا دهنية، تبدأ تحتفظ الخلايا الدهنية بنسبة دهون عالية جدا في الجسم. فبالتالي بيحصل لي إيه؟ بيحصل لي تخن. تخن على مناطق بقى كتير جدا. الجسم كله بيروح يضرب بقى هنا كرش وبطن وكل الحاجات. أيوة. باخد الكورس بتاعي اللي بيعمل إيه؟ اللي بيبدأ يزبط لي هرمون اسمه الريزستين في المعدة. طب الهرمون ده بيعمل إيه؟ الهرمون ده هو اللي بيزبط معدل الإنسولين وإفرازه في الجسم. كويس. فبالتالي الريزستين ده لو انا ظبطته وصلت للجسم ان انا شبعان، فبالتالي هعمل ايه؟ الانسولين هيفرز بنسبه قليله، فبالتالي مش هقبل على السكريات، فبالتالي كل المخزون اللي في جسمي هيبدا يتحرق ونخس. كويس قوي. اهم هرمونين بقى في الجسم المسؤولين عن الجوع والشبع، الليبتين المسؤول عن الجوع، والجريلين المسؤول سوري العكس، الليبتين مسؤول عن الشبع والجريلين مسؤول عن الجوع. طيب الليبتين ده كل ما انا باكل 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 باكل، الجسم بيبدا يفقد تمييزه على ان انا الشبع، فما بيحسش بالشبع خالص، فبقبل على الاكل بشكل غير عادي. في نفس الوقت انا كده بعزز هرمون الجريلين المسؤول عن الجوع طول الوقت. طول ما انا باكل انا جعانه، طول ما باكل انا جعانه، طول ما انا باكل انا جعانه، ما بحسش بالشبع. وعملت ايه؟ الليبتين رحت قضيت عليه تماما، فالجسم ما بقاش فاهم انا شبعان امتى.
الكورس بقى بتاعنا احنا بيلعب على الحته دي، بيلعب بقى على الحته دي. انا بساعد وبعزز هرمون الليبتين طول الوقت في افرازه. عشان كده بقول لك انا بسد الشهيه. بسد الشهيه ده معناه ايه؟ انا بديلك احساس طول الوقت انك مش جعانه، انك شبعانه. فالكورس بتاعي مليان الياف، مليان خضروات، مليان بذور فاكهه. علشان اعمل ايه؟ علشان اوصل لك دايما بس احساس الجوع، احساس الشبع اللي هو بعزز بيه هرمون الليبتين. حلو الكلام؟ حلو قوي. حلو قوي. انا كده اتكلمت على كل الهرمونات المسؤوله عن السمنه. تمام. فايده الكورس بقى. انا عندي الكورس النهارده 2 كبسولات، 2 اعشاب، 2 نقط. هايل. ليه انا عامله ده؟ عامله ده اولا لاسباب كتير جدا. في ناس بتقول لي اصلا انا وصاحبتي وانا مش عايزه اشتري، مش عارفه ايه، ومش انا لوحدي وهي لوحدها. طب يا ستي انا النهارده مديلك الكورسين عليهم 50% عشان انتي وصاحبتك، عشان انتي وماما، علشان الراجل ومراته. والله حاجه لطيفه، علشان الناس ما تتضايقش. كويس. حلو قوي. عامله نفس الكورس برضو لمين؟ للناس اللي عايزه تسد الشهيه وتنحت قوام في نفس الوقت. في نفس الوقت. فانا بسد لها الشهيه وببدا اخلي الجسم يحرق مخزون الطاقه او يستهلك مخزون الطاقه بتاعه والسعرات الحراريه وحرقها وكله من المخزون مش من اللي داخل. كويس. اللي داخل قليل، فبالتالي الجسم هيسحب من اللي من اللي موجود، لانه محتاج لسه، فهو هيحرق في المخزون، هيحرق في اللي موجود. اللي انا عماله ببنيه بقالي سنين. ايوه طبعا. فانا ببدا اساعدك على انك ادخلك كميه اكل قليله بكميه دهون وسكريات برضو قليله. فبالتالي الجسم يبدا عايز طاقه بتاعته. عايز يبدا عمليه الايض تشتغل، ميتابوليزم، حرق البنيه العضليه عايزه تبدا تحرق سعرات حراريه علشان تبدا تتشكل، فبسحب من المخزون الموجود في جسمي اساسا. كويس. تمام. فبديكي الكورس سد الشهيه وكورس الناحت. اللي هو بيعمل ايه الناحت؟ اللي بيروح بس على المناطق اللي مضايقاكي، اللي بيلعب على المناطق بس اللي فيها مشاكل، اللي فيها مشاكل. هو مخصوص بس علشان المنطقه الجزئيه دي. طيب فايدة الكورس بتاعي ايه بقى؟ الناس اللي عندها مشاكل في القولون، الناس اللي عندها قولون عصبي، وده كتير ما اكثرهم يا شوشو. بالظبط كده. الناس اللي طول الوقت عندها امساك، الناس اللي طول الوقت معدتها تعبانه. لا، انا بديها كورس. الكورس ده من مميزاته ومن الحاجه الحلوه اللي فيه ان هو بيعمل ايه؟ ان هو بيبدا يديني لين شويه. أيوة. في يسهل في عشان الالياف اللي فيه، علشان الالياف اللي فيه، وعلشان ده بذور الفاكهه اللي فيه. فبالتالي يعمل لي شويه لين، فبالتالي اللي عنده قولون وعنده مشاكل وعنده بتاع تبدا عمليه الاخراج تحصل بسهوله، سهوله وامنه. حلو قوي ده. طيب عندي بقى معدل، لان انت عارفه في ادويه بتاثر على موضوع يعني بتعمل امساك، بتتعب ناس كتير جدا. طبعا. او بيزودوا نسبه الفيتامينز بشكل قوي. بالزبط. فبيزيد نسبه الحديد، فتلاقي حصل له امساك. حصل له امساك. لا، انا هنا موزيه كل الفيتامين بتاعتي، انا موزياها بنسب محسوبه بالدرجه، محسوبه بالملي، النسبه محسوبه بالملي علشان ما اضرش، بالعكس انا جايه افيد. كويس. الناس النهارده زهقان، انت لسه هتقولي لي دايت، انت لسه هتقولي لي مش عارفه، خلقنا بقى ضيق قوي، بقيت ضيق. وفي نفس الوقت دي متعه الحياه عند البشر كلها هو الاكل. فما اقولهاش تعالي احرمك، لا، تعالي كلي وانا هساعدك، انا هساعدك بانك تخسي، هساعدك بانك ما تاكليش الكميه اللي بتجيب لك بعد كده اكتئاب. نفضل بقى واقفين قدام، ما هو لحظه الندم هي لحظه سهله. بالظبط. لحظه الندم دي بتبقى صعبه. انا مش عارفه ايه تخن، انا في فيا. لا، واحنا كمان كشعب بنحب الترشي والمخلل والحاجات دي، اصلا كفايه بتنفخ لوحدها. بالظبط كده. تعمل يعني ميه. بس هي الفكره بقى في ايه يا زوزو؟ عشان نبقى امنا مع الناس برضه. انا بمشيكي على نظام صحي لازم تمشي عليه. التزمي يعني تلتزمي مع الكورس، لازم نلتزم مع الكورس. تلتزمي. انا ما ينفعش تاخدي الكبسوله كده واقوم على حله المحشي كلها. ايوه صح. لا طبعا ما ينفعش. انا هاكلك المحشي زي ما انت عايزه، تاخدوا منها صباعين بس وتدوني بقيه الحلقه مثلا. انا عايزه يعني تاخدوا 2 وتجيبوا الباقي يعني بعد اذن حضرتك. احنا عندنا ناس نوزع لهم. لما اجي لك الحله تندهي. انا ما بلحقش اعمله والله، انتوا مصدقيني ما بلحقش اعمله. تضحكي. بسبوسه مثلا. الله، اسكتي بقى. انا لسه الصبح وانا جايبه لهم ايه وانا في اوضه الميك اب. عارفين يا اولاد نفسي في ايه؟ قولي ايه؟ لسه شيرين بتحكي لي الصبح بتقولي بنعمل في حد بيبيع في المعادي بسبوسه بالفطير كل يوم بفطر عنده لمده سنه. فجاه يا زوز لقيت نفسي كده، قلت لها يا نهار اسود ما اقدرش ادي. ما طبعا ادب ونفطر سكريات يعني. سكتت سكتت. قلت لها يا شوشو انا نفسي يا شوشو دلوقتي في حته بسبوسه
اللي من الحرف المقرمشه دي عارفه بتيجي تقول لي صباح الخير وتجري الايدي الناعمه قول له يجيب حته مقرمشه من الحرف ويزود السمنه البلدي انا عايزه حته كده دلوقتي. لا هو الاكل متعه الحياه طبعا ما اقدرش اقول للناس الناس اللي بتبقى عندها فرط في الشهيه دي انا هقول لها تعالي اعملي رجيم ازاي لا صح على نفسي لا وهم حرام هنبقى بنأذيهم كمان بالظبط هيجي لهم اكتئاب يعني وعلى فكره مش هيسمعوني دي لو مشيت معايا ساعتين زمن هيبقى تمام زي اكس لارج بالظبط ايه يا جماعه احنا مش لسه نازلين من عند الدكتور دلوقتي وروشتات بنضرب كبده وسجق عادي جدا عادي جدا عادي جدا عشان كده احنا بنوفر بنحاول نساعد الناس على قد ما نقدر يعني احنا بصي العالم كله دلوقتي خلاص بقى بيتوجه خصوصا السمنه ليه لان السمنه دي بوابه كل الامراض صح. انا لو تخين الكوليسترول هيعلى انا لو تخين هيجي لي جلطات في القلب انا لو تخين هيجي لي انسداد في الاورده وفي الشرايين انا لو تخين السكر هيجي لي ودي اول مرض بيجي انا لو تخين بيحصل لي مشاكل في الكبد بيبدا شيرين بتقول لك والركب والنبي طبعا الركب يعني بتقولي اول ما زدت شويه عن وزني على الرغم ان هم مش يعني وزنها مش بس اول ما الواحد مش بيزيد شويه اول حاجه الرجلين ما هو انت تقل ايوه الرجلين دي ليها نسبه معينه من الدهون تقدر تشيلها هو ربنا خلقنا عليها طبيعي فاحنا هنوصل لايه بقى بعد كده هنوصل نروح فين بعد كده طبعا انا لما بزود عليها الدهون دي تبدا الركبه توجعني اجي اطلع السلم رجلي بتوجعني مفاصلي بتوجعني مش قادره بنهج لان كم الدهون سادد عليا وسادد على نفسي مش عارفه اتنفس فطبعا بنهج طبعا بتعب يعني انا بهزر مع الناس بس فعلا يا جماعه فعلا السمنه خطر جدا دي بوابه كل الامراض عايزين نحافظ على الكبد والكلى مش لازم اوصل لمرحله ان اروح لدكتور قلب ولا دكتور كبد ولا دكتور سكر ولا الكلام ده كله لا انا حابه ان انا احافظ وحابه ان انا اوجه الناس للحاجه الصح انا مش بقول لك احرمي نفسك من الاكل أيوة. انا بقول لك كلي اللي انت عايزاه بس بنظام شويه بالطريقه اللي هقول لك عليها هتاخدي معايا الكورس بتاعي فعلا هتخسي الكورس بتاعي هيخسسك من 10 ل 15 لا وانت عامله النهارده ايه اوفر حلو 2 كبسول 2.2 اعشاب ده ما شاء الله يعني لكل الحالات اللي هتكلمني وده لو لحاله واحده يكفيها قد ايه يا شهيره هيكفيها 60 يوم ما شاء الله لو هي حبت انها تاخده على الشهرين او انها مش حاسه انها يعني عايزه تنزل بسرعه مش فارق لو هي حابه انها عايزه تنزل بسرعه قوي او وزنها بيبقى عالي وكبير وعايزه تنزل بكميات كبيره نقدر نكثفه وناخده في شهر واحد كويس طبعا ده هيفيد ناس كتير جدا خصوصا لاوزانها عاليه تمام. اهم حاجه الناس تلتزم معايا مش بس تلتزم معايا لازم وانا بفتح معاها الفايل لازم تقولي طبيعه حالتها ايه حياتها دي يعني ايه انت بتشتغلي ايه انت طريقه اكلك ازاي بتحبي ايه ومتحبيش ايه في سمنه وراثيه ولا لا انا لازم اسالها ماما زيك خالتك عمتك بابا دول عندهم نفس السمنه ولا لا بنفس الطريقه ولا لا لان احنا عندنا مشاكل كتير ناس بتبقى متخيله انا بقول لك هخس فبتخس مش حاطه في دماغها بان في عوامل تانية عوامل وراثيه فانا لازم اعرف العوامل الوراثيه دي في عيله بحالها ما بتعرفش تحرق وفي عيله بحالها بتحرق جامد جدا بس كم الدهون اللي بتدخله جامد جدا يا حبيبي صح خلاص عمليه الحرق عندها بتبوظ معظمهم بيبقى عندهم خلل في الـ في الـ بيحصل لهم خلل في الغده الدرقيه على طول لان انا بزود نسبة إفراز الثايروكسين لحد ما يحصل له خلل طب أنا بدخل دهون 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 دهون, دهون وده عمال يحرق يحرق هو كده وكده الهرمون ده بيشتغل زي الشمس بالظبط من الصبح لحد المغرب بس ده وظيفته لكن أنا النقط بقى اللي احنا مدينها عشان كده بديكي النقط بالظبط كده عشان كده بدعمك بنقط بنقط بتاخديها بالليل وبعد الغداء عشان الفتره اللي الهرمون ده ما بيفرزش فيه انا بساعد جسمك على انه يبدا يسخن فيبدا يحرق كل السعرات الحراريه اللي داخله له بعد كده حلو قوي ده يا شوشو انا طبعا شرب الميه مهم يعني ده مهم جدا انت عايزه ده مهم جدا 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 وكده او كده على فكره الكورس بتاعي هيعطشهم هيخليهم يعطشهم احسن عشان يشربوا عشان يشربوا ميه خصوصا احنا داخلين على فصل الشتاء الناس ما بتقبلش قوي بتقبل على المياه الغازيه صحيح. وده غلط او المواد اللي هي فيها كافيين كتير تقول لك قهوه وشاي ومش عارفه ايه الكلام ده متخيلين ده بيحل محل السوائل لا مش حاجه تحل محل الميه ابدا بالعكس انا بضرك اكتر ما بفيدك صحيح العصاير يفضل طبعا العصاير عصاير تبقى فريش ما تبقاش العصاير المصنعه او المحفوظه لازمة يعني. لانه بتبقى عندنا الفكه ما شاء الله عاملين الرمان اهو يعني حاجات حلوه بيعملوا ميكس بقى مع ده حلو جدا ده شاري وكيك هناخد حته كيك الظهر بعد الغدا كده
ساعتين. حلو. هناخد كوباية شاي يبقى اخضر ولا الاعشاب؟ مع الاعشاب بتاعتي. حلو قوي. الاعشاب بتاعتي دي غنيه جدا بكل الاعشاب اللي بتساعد على خفض الوزن. حلو. وخفض نسبه الكوليسترول. حلو. خفض نسبه الضغط. حلو. يعني حتى مفيده جدا للناس اللي عندها ضغط عالي. حلو. بديها مشروب طبيعي جدا يساعد على ان الضغط بتاعها ينزل. يقل. حلو قوي. عندي النقط، نقط اهم مكون فيها الراسبري او التوت البري. ده ما شاء الله. ده غني بالسكريات. وغني، وهو من الفواكه، حتى لو اتاخدت كده من الفواكه اللي بتعلي معدل الحرق فظيع. بظبط نسبه السكر اللي داخل جسمك. لسه بنتكلم عليه في اول الحلقه. قلت لهم يعني ممكن نتحايل على الموضوع ونعمل رمان ونعمل فراوله ونعمل حاجات لطيفه. الرمان نسبه حديد فيه عاليه جدا. فطبعا كورس 2 كبسولات، 2 اعشاب، 2 نقط، 50% خصم، شحن مجانا في اي وقت الناس تتصل فيه. انا بشكرك جدا جدا حبيبتي، يعني خبيره التغذيه شهيره ابو سيف، شرفتيني ونورتيني. ربنا يخليك يا حبيبتي على الاوفرز الحلوه دي. ربنا يخليك. واتمنى حضراتكم تلحقوا بقى تاخدوا الاوفرز الجميله، خصم 50%، 2 كورس في واحد، كانكم اشتريتوا واحد بثمن واحد وانتوا هتاخدوا 2. بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله، يعني اتمنى يا رب نكون من خلال برنامجي ان احنا يعني بنقدر نعمل اللي انتوا عايزينه. واتمنى وبشكرهم كمان لان هم بيلبوا الطلب بجد وبيحترموا قوي قوي رؤيه مشاهدينا الكرام. امر كل الناس. ربنا يخليك كل الناس. شكرا. وتحت امر كل الناس. تسلم. واللي عنده اي استفسار احنا تحت امرنا وصبرنا طويل وبنرد على كل الناس اي وقت. اهم حاجه المتابعات من 6 ل 10، الاوردرز في اي وقت يقدروا يطلبوها. بشكرك جدا حبيبه قلبي، بشكركم مشاهدينا الكرام. النهارده عملنا مربى الرمان، عملنا كيك الرمان اللطيف بالصوص الرمان. اتمنى يا رب تكون وصفات خفيفه على قلوب حضراتكم. اتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. وسلام عليكم.